السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هم درجات عند الله. أنت أخي الحبيب وأنت أختي الفاضلة وأنتم جميعا حينما تتعاملون مع الفقراء فإنما تتعاملون معهم بتلك الدرجات الثلاثة. الدرجة الأولى وهي أعلى درجة أن تؤثر الفقير على نفسك، بمعنى إن أنت تديله حتى الحاجة اللي أنت محتاج لها ومع ذلك بتؤثره على نفسك، كما فعل الصحابي الجليل أبو طلحة لما جاء رجل سائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يطعمه، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيوت زوجاته 9 لقمة واحدة، فقال: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما كان من هذا الصحابي الجليل إلا أن قال: أنا يا رسول الله. ذهب إلى زوجتي: ما عندك من طعام؟ قالت: ما عندي إلا قوت الصبية. لا خلاص، نومي الصبية وأعد الطعام للضيف وأوهميه بأنك توقظي السراج فأطفئيه حتى يعني نصطنع أننا نأكل حتى لا يخجل، فيأكل الطعام كله ولا يخجل منا. يعني إحنا إيه، نحاول بقدر الإمكان نوهمه إن إحنا كمان بناكل، بس اللمبة اطفت عشان مثلا الكيروسين خلص ولا الزيت خلص، فبالتالي إيه مفيش مشكلة، هو بقى هياكل أكله قدامه كله لأنه عارف إن إحنا بناكل، فأوهموه أنهم يأكلون. وأكل الضيف وشبع، فلما خرج أبو طلحة في صلاة الفجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم النبي وقال له: لقد عجب الله عز وجل من صنيعكما الليلة بضيفكما. فقال أنه النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله عز وجل من اللي انتوا عملتوه مع الضيف بتاعكم الليلة. وفي رواية: ضحك الله عز وجل من صنيعكما بهذا الضيف. الله أكبر. وإذا ضحك الله عز وجل إلى عبد في موطن كما ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، فإن هذا العبد لا حساب عليه يوم القيامة، يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. بل المنزلة الأولى أن تؤثر الضيف أو تؤثر الفقير على نفسك فتعطيه ما تحتاج أنت له. الله أكبر. وهذه منزلة الصديقين. المنزلة أو المرتبة أو الدرجة الثانية هو أن تنزله منزلة نفسك، أن تنزل الفقير منزلة نفسك فترضى أن يشاركك في مالك وطعامك، كما فعل سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف حينما قال له: إني لمن أكثر الأنصار مالا. والحديث رواه البخاري، قال: إني لمن أكثر الأنصار مالا، فخذ هذا نصف مالي، وعندي زوجتان فانظر إليهما، فأيتهما تعجبك أطلقها، فإن مرت عدتها تزوجتها أنت. الله أكبر. فما كان من عبد الرحمن بن عوف صاحب يعني الخلق النبيل وصاحب العفة الرفيعة إلا أن قال له: بارك الله لك في مالك وفي أهلك، ولكن دلني على السوق. والمرتبة الثالثة والدرجة الثالثة في التعامل مع الفقير أن تعطيه ابتداء ولا تحوجه للسؤال، فهذه منازل عظيمة حينما تتعامل مع الفقير. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم أعلى الدرجات في فعل الخير لنكون يوم القيامة في الجنة في أعلى الدرجات. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك أو إعجاب، ودوس على كلمة الاشتراك أو سبسكرايب عشان تشترك معنا في القناة وتدعمنا، وكمان ما تنساش تفعل علامة الجرس علشان كل ما نعمل فيديو جديد يوصلك تنويه، وطبعا هتعمل شير لأصحابك عشان